اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم المراه الفاضله. الله بيجي بطريقه خارقه للطبيعه لتسديد احتياجاتك. اذا بدي اتواصل اول شيء لازم انا بشكل عملي مارسه معه هو المحبه. المراه الفاضله هي تاج لفعلها. المراه الفاضله هي ثمنها الذي يفوق كل الآن. من الاراضي المقدسه، من القدس والجليل، من بحيره طبريه والمختص، المكان اللي يسوع المسيح ظهر لشاول وحوله إلى بولس. دايما العبد حاسس إنه مرفوض، لكن الابن حاسس إنه مقبول. الكلمة اللي تتقال في الوقت الصح تأثيرها عظيم جدا. اعرفي إن انتي في حاجة غلط لو ما تقدريش تصرحي بابا وماما بالعلاقة دي. التغيير اللي هعمله في حياتك اكيد هيخرجني اماكن كتيره بره. اول ما اسمع صوت عصافير اتذكر الفدا. ازاي كل ما تفتكره مش قادره تغفر له بالرغم من انه مات من ناحيه طبيه، انه انا هون فقدوني موتت موت. I praise him for all that he has done in my life. All the glory be to him. أهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة. احنا ما زلنا في سلسلة المؤمن والبركة، ولا المؤمن ممكن يجيله لعنة. النهاردة الحلقة الثانية من السلسلة دي مع أخونا عبد الله. أهلا وسهلا بيك، مبسوط تكون معانا. شكرا يا أختي بيت. بتدينا نوليدج، بتدينا يعني معرفة كتابية نقدر فعلا ننتصر بيها. أنا بنتعلم مع بعض وبنتعلم. ربنا يباركك. ربنا يباركك. أمين. احنا النهارده هنتكلم على نقطة جديدة. المؤمن. هل المؤمن ممكن تيجي عليه لعنة؟ ده سؤال مهم قوي، وده طبعا في ناس كتير بيقولوا إنه المؤمن ما ينفعش تيجي عليه لعنة. بس هل ينفع أو ما ينفعش؟ فاحنا هنتكلم عن الموضوع ده، لأنه هل ينفع تيجي على مين؟ المؤمن. ومين هو المؤمن؟ أولا مين هو المؤمن؟ وقبل ما ندخل في الحديث، أنا بشجع كل مشاهدينا إن هم يبعتوا لنا الأسئلة بتاعتهم على الفيسبوك عشان نقدر نجاوب على الأسئلة بتاعتكم. ومهم جدا إننا نعرف إن الحلقات دي طالعة من أسئلة ناس بتسألنا وعايزة إجابات كتابية فيها. فلو أنت تعرف حد، الحد ده عنده الأسئلة دي، عنده رغبة في المعرفة، أرجوكم شجعوهم إن هم يدخلوا على الفيسبوك ويتابعوا الحلقات ويتواصلوا معنا. طيب مين هو المؤمن؟ المؤمن مش هو اللي بيعرف بذهنه ومقتنع إن المسيح هو الحق، لكن المؤمن هو اللي بيعيش ايه اللي هو مصدقه ومقتنع به. وعشان كده المؤمن هو التلميذ. ليه بقول التعبير ده؟ التلميذ ماشي ورا معلم، بيطيع المعلم، بيخضع للمعلم بتاعه، بينمو وهو بيبص على المعلم بتاعه، ننمو الى قياس ملء المسيح، شايفين عليه وماشيين ورا. فالمؤمن هو اللي عايش، ببساطة باختصارة، عايش الحاجة اللي بيصدق فيها وماشي فيها. فعشان كده من المهم الناس اللي بتسمعنا وبتشوف البرنامج، لما بنتكلم على مؤمنين مش بنتكلم على واحد نقول مؤمن بالاسم أو نقول مسيحي بالاسم أو عشان اتولد في عيلة مسيحية وقول أنا مسيحي. الإيمان مش كده، الإيمان حياة. أنا بعيش اللي أنا بأؤمن به. وعشان كده من المهم أنه لما بنتكلم عن إيماننا كمسيحيين، احنا ما بنتكلمش عن دين، احنا بنتكلم عن حياة. أنا ماشي معاه، أنا بعيش ليه، أنا تلميذ بتاعه، أنا عمال ماشي وراه وبنمو إلى قياس قامت ملء المسيح. مش بس تلميذ وأنا فاضل في نفس الحتة بتاعتي، لا، عندي رحلة أني أنا باصص عليه وبنمو. ده المؤمن.
احنا عرفنا دلوقتي مين هو المؤمن. يعني المؤمن مش هو الشخص اللي بيروح الكنيسة كل يوم حد، مش هو الشخص اللي اسمه مسيحي، مش اللي مكتوب في بطاقته انه مسيحي، مش هو اللي جاي من عيلة مسيحية، مش هو الشخص اللي ممكن يكون وهو طفل كان بيروح مدارس الأحد، لكن هو الشخص اللي بيحب الكلمة وبيعمل بيها، اللي عايش الحياة المسيحية اللي بيطبقها في حياته العملية. أمين، صح. طيب هل اللعنة تيجي على المؤمن؟ أنا هرد على السؤال ده يعني من بطريقتي بالعقل، بس العقل مبني على الكتاب، مش بس العقل منفصل عن الكتاب. أوكي، يبقى هنجاوب على نقطة مهمة دلوقتي. هل الشخص المؤمن اللي احنا عرفناه من شوية ممكن تصيبه اللعنة أو تيجي عليه لعنة؟ فزي ما قلت هطارق جاوب بطريقة بالمنطق بالعقل، نفكر مع بعض، بس تفكير مبني على الكتاب مش بعيد عن الكتاب. وحنجيب أمثلة من الكتاب بعد كده، من الكتاب بيقول ينفع ولا ما ينفعش. طيب سؤال بسيط، بغض لو حطينا اللعنة على جنب، ينفع يجي علينا سهم من سهام العدو، مرض، ضربة، أي حاجة زي كده؟ أعتقد ينفع. ينفع، ما في، أنا ما سمعتش حد بيختلف عن أنه العدو بيضربنا بسهام وبتيجي علينا السهام، وحد يقول لك العدو ضربني في الحتة دي والعدو ضرب. طيب ماشي، ما السهام دي جت علينا، اللعنة دي سهم من سهام العدو، شمعنا دو السهام يجوا واللعنة ما تجيش؟ بالعقل كده منطق، منطق. وبيقول في رسالة أفسس أن العدو بيضربنا بسهام فبتيجي علينا سهام. طيب سؤال تاني، لو ما بتجيش علينا سهام، لو حد عايز يقول ما بتجيش علينا سهام، طب اللي بنعدي بيه والضربات والمرض ومش عارف ايه وحتى الألام اللي بنمر بيه، بنمر بيه، فزي ما بتجي علينا أي سهام، اللعنة دي سهمة من السهام اللي العدو بيضربنا بيه. بس هو بس اللعنة هي ايه؟ اللعنة بتجيب الموت. فنفرق بين حاجتين، مهما ضربني العدو، مهما بهدلني العدو، مهما عشت في حياتي متألم ومش في البركة، أنا ليا الخلاص. طالما بؤمن بالمسيح، بؤمن إيمان حقيقي وعايز أعيش له، بعافر عشان أعيش له، عايز أمشي وراه. يعني اللعنة ما تقدرش تيجي ناحية خلاصي، حياتي الروحية، لو أنا مؤمن مش بالاسم، مش عشان تولدت في عيلة مسيحية أو في البطاقة أنا اسمي مسيح ومسيح، لا، لو أنا مؤمن بس وقعت في حتة اللعنة، أنا هكمل أشرح ليه اللعنة تيجي علينا. اللعنة دي تيجي على كل حاجة إلا خلاصي، فهنا ما ينفعش. طالما أنا مش متمسك بيه وماشي وراه وبصدق فيه وبقع لأن هو مخلصي وملكي ورب على حياتي، لكن في فرق بين هنا وفرق بين مستقبلي معه. فاللعنة وأنا موجود هنا زي ما قلت هي سهم من السهام. يعني لو إحنا الكلمة هي اللي بتخلي الدنيا صعبة، أقولك لا، لأن اللعنة دي حاجة كبيرة نحطها على جنب لوحدها. بنصدق سهام تيجي علينا، لكن اللعنة لا، المؤمن لا تيجي عليه لعنة. وبالذات بيه لما حد يجيب آية، وهنا هتنقل للكلمة زي ما قلت بنفهمها بالعقل. ونيجي الكتاب قول يعني لا عيافة ولا عرافة على إسرائيل، بالزبط. وزي ما قال بلعام لا يمكن أنه يلعن من لم يلعنه الله، بالزبط. طيب خليني أقول حاجة، في سفر التثنية أصحاح 27 و28 حاجتين هقوله. لما رب قال لموسى لما الشعب يدخل الأرض يتقسموا نصين، ماشي، ست أصباط على جبل عبال وست أصباط على جبل جرزيم، وجبال مقابلين بعض وبينهم وادي. ست أصباط يعملوا إيه؟ يتكلموا بالبركة اللي هم واقفين على جبل جرزيم، وستة اللي هم واقفين على جبل عبال ينطقوا باللعنة. ربنا بيدي أمر إلهي لأجل النطق باللعنة بس في ظروف معينة، مش كده، لا، ربنا هو اللي مبارك الشعب، ربنا هو اللي اختار الشعب، ربنا هو اللي عايز الشعب يعيش في البركة. بلعام قال ده الشعب باركه إلهه، بس مع ذلك حط حاجتين،
ودول متوقف على إيه؟ وده اللي برضو بيكمل يشرحه في سفر التثنية أصح 28. أنا مؤمن بيقول لو أنت قطعت الكلمة هتيجي عليك كذا وكذا وكذا من البركة، وحط لستة طويلة من البركة بالزبط. بس لو أنت ما قطعتش هيجي عليك اللعنة. أنا مش اللي بيقول كده في سفر التثنية أصح 28، بيقولها في 27. أنا مؤمن مش مستطيع الكلمة. طبعا اللعنة عشان كلمة كبيرة، أنا هتطلع حاجة واحدة، أحيانا بنستهين بالحاجات ولازم مش عارف إيه أطيع، مش عارف أعمل إيه، ممكن تبقى حاجات شكلها بسيط بس تفتح أبواب اللعنة. أنا هتطلعها من تثنية، وبيقول لستة في أصحاح 27، بس بيقول بصفة عامة ملعون من لا يقيم كلمات هذا الناموس. بتقول بتأمن بي، بتصدق فيا، عايز تمشي معايا، بس عايز تعمل اللي ماشي مع رغبتك، والحاجات اللي إيه مش عايز تعملها ما تعملهاش. أو اللي يعني بيقول هنا، بيقول لستة طويلة، ملعون من يعوج الحق، أو بيقول يعني كذا كذا حاجة شكلها بسيط في الوصايا، بس المشكلة إن الوصايا دي بتتخلينا عرضة إلا أننا نكون لعنة، فما بندققش. عارف المسيح إيه؟ قال للفريسيين تعشرون الشبت والنعنع وتتركون إيه؟ أثقل الناموس. شكلنا مؤمنين ومؤمنين، وإيه والحاجات اللي ماشية معانا عايزين نعملها، الحاجات إيه؟ نغمض عينينا عليها، ندي رشوة. شكلها إحنا ضارينا، إحنا عملنا حاجة، إحنا عايزين نسلك أمورنا. فتحنا الباب للعنة. أنا مش اللي بقول كلمة، بتقول كده أصحاح 27، كان جبل عبال وجبل جرزيم. ليه كده؟ هو ربنا في فرق إنه بين ربنا بيقول هو عايز إيه وبين إيه اللي هيحصل. ربنا لما جبنا ليه عايز بس بركة، مش عايز حاجة تاني، بس نحن والروح القدس شركاء. طيب المسيح مات على كل الناس مش كده؟ بس كل الناس هتخلص؟ لا، اللي يقبل. طيب لو أنا مش عايز أقبل مش هخلص. طيب لا، هو انا مؤمن وايه باخد جزء، لانه من اخطا في وصيه اخطا في كل الناموس بيقول في العهد الجديد. فلو انا ايه امشي في حاجات واسيب حاجات، بدي باب للعنه انها تيجي في حياتي. وده اللي وفي اصحاح 28 ارجع لما عرفنا اللعنه انها دايره من المصائب والمشاكل، بيقول اللعنة، فبيقولش حاجة واحدة، في المرض، في الفلوس، في البيت، في الشغل، في كل حاجة، فهي بتصيب كل الدوائر بالحياة. فمنطقيا له السهام بتيجي علينا اللعنة، سهم من السهام. كتابيا ربنا عايز يبارك بالضبط. طيب يعني انت عرفت المؤمن، وعرفت المؤمن اللي بيطيع، وفي مؤمن مش بيطيع. اللي مش بيطيع ده بيفتح الباب للعنة، وعدم طاعته هي السبب في كل اللي هو بيجوز فيه. يعني لو أنا مثلا جزء من الحاجات اللي مكتوبة، لو أنا مش بدي عشوري، لو أنا مش بشوف الفقير وبحجب وجهي عنه، لو أنا مش بطيع وببارك أبويا وأمي، كل الحاجات دي بتفتح الباب بتاع اللعنة يجي على حياتي. لكن لو أنا ماشي مع الكلمة وبنفذها وبعملها ومؤمن بيها وبتحرك بيها بعشق، دي تأتي عليا البركات. طب في ناس مؤمنين وبيعملوا لكن بتيجي عليهم حاجات، دي السهام اللي انت بتتكلم عنها. طب ازاي يطفي السهام العدو؟ زيد في سام العدو. الكلمة، في ناس مثلا إيه، أنا عايز أعيش الكلمة، بس عشان نخلص الحتة دي ونخلص حتة. طيب الآيات اللي بتقول لا يمكن أن يلعن من لا يعمل الله، نغطي كل حاجة. حد مثلا إيه عايز يطيع ربنا، هو جواه يطيع ربنا بس هو مش بيقرأ الكلمة دي المرشد بتاعتنا، هلك شعبي إيه؟ لعدم المعرفة. ما أنا عشان أعرف أطيعه لازم أعرف، لازم أقرأ كلمة، بيقول إيه؟ أتعلم، أسأل من الناس حواليا اللي هم مؤمنين وممكن يفهموا أكتر مني. لو أنا مش واخد السكة دي، فأنا ببتدي أكون إيه في حتة أجهل حاجات، فبقدرش أعيشها، فبدي الفرصة للعدو من خلال ما أجهله. أنا عندي رغبة أعيش ليه، بس أنا مش بتعلم. يعني الحماية لا تجوز على الجاهل. لا، ما ينفعش كده. بس خليني أرجع لحتة تاني قبل الحماية. بيقول في أمثال، افتكرت الآية دي 26 عدد 2، قول
كالعصفور أو العصفور للفرار والسنون للطيران. فراخ بتطير. كذلك لعنة بلا سبب لا تأتي. يعني في سبب. ما هو في سبب. طيب هنا احنا عندنا سببين. سبب الأولاني ايه؟ العدو بيلعن، العدو بيطلق لعنة من خلال أشخاص. الأشخاص دول أي كان موقعهم، لهم علاقة عميقة مع العدو، ما لهمش علاقة، بس غيرة أو حسد أو أي حاجة أطلقوها بإدراك، ما أطلقوهاش بإدراك، جاية من برة. ده سبب. ودي هتيجي هتيجي. في ناس عندها غيرة، العدو عايز يكسرنا، العدو كإيه؟ كأسد زائر، يقول من يفترسه، فعايز يعدلنا من أي ناحية. بس في سبب من ناحيتنا إحنا. هل إحنا بنقرأ كلمة؟ هل إحنا مش سايبين باب مفتوح؟ حاجة من الحاجات عدم غفران. حد جرحني، ما فيش إنسان ما بيتعرضش إنه يجرح، فلما بسيب عدم غفران أنا سايب حاجة غلط، فأنا بدي العدو فرصة. في سبب، في سبب من برة، في سبب من جوة. فأنا يعني مثلا أنا ماشي كويس وعايز أعيش كويس، بس برضو إيه، كبريائي ما رجعش لحد. ودي من الحاجات المنتشرة. ازاي انا ارجع لحد يصلي لي؟ ازاي انا ارجع لحد اسأله في حاجة، اشوره في حاجة المشهورة؟ مفيش حد ينفع يمشي الرحلة لوحده. فانا لما بعزل نفسي حتى لو انا عايز امشي وبتحرك، انا بحط نفسي في دائرة اني سهل تيجي عليا سهام العدو اللي من ضمنها اللعنة. لكن مع ذلك اي مؤمن، كلنا عارفين الكلام ده، مهما حبينا نمشي مع ربنا تيجي علينا اوقات ضعف، فتور، تيجي علينا مثلا حتى لو بصلي يوم ماليش نفسي صلي، مش عارف زهقان، حصل حاجة، دوشت بحاجة. فلما بكون في دائرة، الدائرة بتسندني. لكن لما بكون معزول لوحدي، العدو يقول لك ماشي انت شكلك كده عامل فيها بطل، سيبك استنى عليك شوية، حربك بس لحظة الضعف يستلقك. فلعنة كذلك لعنة بلا سبب من غير سبب، هي مش اللعنة. هو هنا ما معنى بلا سبب؟ لو ما فيش سبب لا تأتي. طيب لو في سبب هتأتي. فده لم كلمة انه واحد يقول انا مؤمن وهو بس بالاسم، او يقول انا مؤمن بس وبروح الكنيسة وبدي العشور وبس، سايب تغرى مش بغفر، او سايب تغرى بغير من حد في الكنيسة او من الناس في او بتكلم عن الناس، او بتكلم على الناس. لانه لما بتكلم بدي ارضية للعدو انه يكون له سلطان عليا، وده اللي بيفتح الباب. فعشان دي نقطة خطيرة قوي، لأن أنا لما بتكلم عن الناس أنا باجي في أجريمنت، في اتفاق مع الشيطان، بدخل مع الشيطان في أجريمنت، لأن الشيطان عايز أولاد ربنا إن هم يتضروا. فأنا لما بكلم على أصدقائي وإخواتي في الإيمان وإخواتي في الكنيسة والناس اللي حواليا اللي بتحبني وبتخدمني، وصدق ألاقي فيهم نقطة ضعف وابتدي أتكلم وأقول لكل الناس ده بيعمل وبيسوي وبيعمل وبيسوي، وهيج الناس على الشخص المؤمن اللي ممكن يكون ضعف، اللي ممكن يكون واقع. أنت بتشتركي مع الشيطان وبتحطي إيدك في إيده. يمكن شايفة ده كله عدل، لكن هو مسك بإيدك وهيحطك تحت. خليكي المرسلة من الله، مش المرسلة من إبليس اللي يتكلم ويضرب بلسانه عمل ربنا في شخصه هو اختاره. تحس قوي بالحتة دي أخ عبد الله اللي قلتي مهم قوي. انت قلتي ايه؟ اللي بيتكلم يتكلم على الأسيس، يتكلم على فلان وعلى فلان، واللعنة بتطلق ازاي؟ باللسان. فده بيدي أرضية، يعني هي أي حاجة بتفتح الباب إنه ممكن لعنة تيجي علينا. بس لما بنضبطش لسنة ويكون آلة أو حاجة يستخدمها العدو لحاجة شريرة، نكلم سلبي، بيبقى إحنا بنتكلم بنفس الطريقة اللي اللعنة هتيجي بيها علينا، وده بيدي سلطان إن اللعنة بقى سهل إنها تيجي علينا لما إحنا. فأنا عايز أقول إيه علشان ألخصها قبل ما ندخل حتة الحماية. طيب ربنا بيحمينا إيه؟ فاللعنة ينفع تيجي لو أنا
فتحت الباب. في سبب فتحت الباب، مش واخد بالي من حاجة، مش مطيع في حاجة. مثلا أقول حاجة، أنا ولا بتكلم ولا أي حاجة، بس أنا محتاج أصلي، دي معركة، ففي حاجة تيجي علي أنا أهزمها، سلطانة ندوس على الحياة والعقارب، فين السلطان؟ ولا بقعد مع الكلمة ولا بقعد مع، وأنا مش بعمل حاجة وحشة ولا بتكلم على حد ولا أي حاجة. قول زي ما بيقول صلوا لألا تدخلوا في تجربة، أنا صليت مش هدخل فيها، في نوع من التجارب مش هدخل فيها، لو أنا صليت مش هدخل فيها. فدورنا لي حاجة كبيرة، ففي إيه اللي هيحصل معانا؟ فأنا سبت في سبب، فتحت الباب هتيجي، ما فتحتش. يعني حاجة تاني، احنا ماشيين، احنا عارفين احنا كمؤمنين ما نفضلش في الحتة اللي احنا فيها، مش حد بيفضل في الحتة اللي هو فيه، يا بينمو يا بيرجع ورا. بالضبط. فأنا دلوقتي مثلا أقول، حاول بس أشرح، سنة على سنة أدخل لمستوى أعمق، مفروض كده ننمو. بس تيجي السنة جاية أنا ما نامتش، أنا في السنة اللي فاتت مفروض أنا أكون في حتة جديدة، وبناء عليه الحتة جديدة فيها مستوى جديد من الحرب الروحية، بس أنا واقف في الحتة القديمة، الحرب الروحية سهل تهزمني، فسهل إن اللعنة تيجي علي. فأرجع تاني لخص، ممكن مش لازم، مش بقول تيجي، لا، ينفع تيجي لو أنا سايب سبب. ينفع اللعنة تيجي لو أنا سايبة باب مفتوح يقدر يدخل منه. وعشان كده احنا محتاجين دايما نتأكد ان كل الأبواب مقفولة على العدو ومفيش أي ثغرة مفتوحة. تعالوا نطلع نشوف الفاصل ده ونرجع مرة تاني. بنشجعكم تكونوا أصدقاء لصفحة المرأة الفاضلة على الفيسبوك، تابعوا آخر أخبارنا، مواعيد برامجنا التلفزيونية، مشاهدة الحلقات التي يتم عرضها، وشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم، كما يمكنكم إرسال طلبات الصلاة من خلال رسائل الصفحة. كما يمكنكم أيضاً الاشتراك في قناة اليوتيوب الخاص بالمرأة الفاضلة لمشاهدة أرشيف غني من اللقاءات والحوارات الشيقة من الأراضي المقدسة والشرق الأوسط وأمريكا. كذلك نرحب بكل آرائكم من خلال تفاعلكم مع الفيديوهات والبرامج. كلمة الله مليئة بالوعود والتشجيعات التي نحتاجها كل يوم لنحارب بيها ونثبت فيها. كتاب مواعيد الله وبركاته لحياتك، إنتاج برنامج المرأة الفاضلة، يحتوي على وعود الله من خلال آيات كتابية عن السلام، الفرح، الغفران، العزاء، الحماية، تسديد الاحتياجات. اطلب نسختك اليوم من هذا الكتاب وإلهج بناموس إلهنا نهارا وليلا. أنا بشجعكم تدخلوا على الفيسبوك وتبعتوا لنا أسئلتكم، وخلينا أن احنا نكون في حوار مستمر على الفيسبوك. وكمان الكتاب اطلبوه وقروه وتعلموا منه، لأنه كله آيات عن مواقف بتواجهنا في حياتنا. هنرجع تاني مع الأخ عبدالله دلوقتي وهنلخص الكلام اللي احنا قلناه، اللي احنا اتكلمنا فيه النهاردة. هنلخص مين هو المؤمن، وهنلخص ازاي ان المؤمن ده يقدر يعيش في البركة او في اللعنة. احنا قلنا لان السؤال هل المؤمن ينفع تيجي عليه لعنة، فقلنا نقول في الاول مين هو المؤمن. بالظبط. لا اللي هو عشان تولد في عيلة مسيحية ولا بس بالاسم ولا في البطاقة ولا عشان بيروح كنيسة ولا بيدفع عشور. ولا بيدفع عشور، لكن المؤمن اللي عايش حياة الإيمان كتلميذ للمسيح، ماشي وراه، بينمو باستمرار إلى قياس قامة ملء المسيح، فده المؤمن. فبعدين قلنا إنه اللعنة، وزي ما شفنا من خلال حاجتين، المنطق بس الماشي مع الكتاب مش بعيد عن الكتاب، إنه اللعنة دي سهم من سهام العدو، وزي ما بنقول يعني سهم ضربني بمرض، أدى الحادثة، خسارة مادية، اللعنة دي سهم، فازاي نقبل انه في سهام تيجي علينا وما نقبلش ان اللعنة ما تجيش؟ لا، هي سهم بس. فبالتالي اللعنة هل ينفع تيجي؟ ينفع، لكن لعنة بلا سبب ما تجيش. ففي سبب، وقلنا في سببين،
سبب من برا إن العدو عايز يكسرنا، الظلمة بتهاجم النور، لكن مع ذلك لو ما فيش سبب من جوه وهو حياتنا إننا بندي أرضية، بندي سبب للعدو مش هتيجي، لكن لو في سبب هتيجي. احنا شفنا الكلام ده من خلال حاجتين عشان نلخص، من خلال جبل عبال وجبل جرزيم، في لعنة وفي بركة، والكلام ده كان للشعب للمؤمنين مش لغير المؤمنين. لو انتوا قطعتوا في بركة، ما قطعتوش وانتوا مؤمنين في لعنة تيجي عليكم على كل دوائر ومستويات حياتكم. وده اللي برضو بيتكلم عليه بعد كده في أصحاح 28. أمين أمين أمين. الحلقة الجاية أخ عبد الله هنتكلم على الحماية، إزاي إن أنا أكون تحت الحماية، ويعني إيه وفين حماية الله ليا. طب ما هو لو كل الكلام ده ممكن يحصل، يبقى يسوع مات على الصليب ليه؟ وليه وصلنا إن مفيش فرق بقى، خلاص أنا ممكن تيجي عليا اللعنة حتى لو أنا محمية في دم يسوع؟ كل الإجابات دي هنعرفها في الحلقة الجاية. أنا بشجعكم قوي إن أنتوا تكلموا أصحابكم وشيروا الحلقات دي، لأن دي مهمة جدا. كل بيت عنده الأسئلة دي، كل شخص بيمر بكل صعوبة، بيمر بيشوف حاجات وما عندوش answers ليها، الإجابة هتكون في الحلقات اللي فاتت واللي جاية. بشجعكم جدا تتواصلوا معنا، ابعتوا لنا أسئلتكم، خلونا نكون على تواصل. لكن عايزة أقول لكم جزء مهم جدا، احنا علينا ان احنا ما نكونش جهلة، لان الجهل بالكلمة ممكن انها تفتح ابواب الشر علينا. عدم الغفران يفتح الشر علينا. عدم الغفران، هو عدم الغفران ده احساس ولا قرار؟ دايما بقول لكم ان عدم الغفران ده الغفران، فكرة الغفران ده قرار، انا بقرر ان انا اغفر لفلان. احساسي لسه متألمة من اللي حصل، بياخد وقت لغاية ما يروح، لكن أنا علي الاختيار إن أنا أغفر، إن أنا أطيع عشان أكون في البركة. دايما بقول لكم أنا علي الاختيار إن أنا أكون في البركة، أنا علي الاختيار أختار الحياة، ما استسلمش للعنة وللموت. تعالوا مع بعض نعلن ونقول بصوت عالي، أنا علي الاختيار وهو عليه التغيير. إلى اللقاء في الحلقة الجاية مع أخونا عبد الله والحماية. فاضلة تتحلى بصفات الإيمان، عاملة بيديها تشتغل بإتقان، آنسة هي كانت أو جدة أحفاد، امرأة فاضلة وثمنها فاق الأثمان، كسفينة تاجر من بعد تجتذب طعام، وبحكمة فمها تنشر حبا في كل مكان، يمدحها زوجها ويطوبها الأهل.